خمس دقائق. الحين انت جاهز للمناظرة؟ اي نعم ان شاء الله. طيب ممتاز جدا. قل والله واحد، شو اسم الصورة؟ الاخلاص. انت شنو قاعد تختبرني؟ الله انك كفو. لا خلاص يلا نبدأ المناظرة. اي تمام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بالتسعة ضبط نبدي تمام؟ اوكي يعني بعد خمس دقائق خلاص اجل انزل وتسعة ارجع اضغط. خليك ثابت انت الان لا تقطع الاتصال، بالتسعة نبدي. حقطع الاتصال. ما تقدر ما تقدر. طيب خلاص. اليوم اليوم السهرة ان شاء الله جميلة. وانا عندي في قهوة. يلا. عن ايش الموضوع اليوم؟ عن ايش الموضوع؟ تكلم لي وشنو؟ اي معك، عن ايش الموضوع؟ من قتل الحسين بين السنه والشيعه. اوكي اوكي يلا عشان احط لك الملفات، من قتل السنه بين الشيعه. اوكي يلا. يلا ها. منو مثلك منو منو؟ كفو حيدر كفو كفو. وراح نعم. بسم الله. حياكم الله أخوتي وأخواتي. الآن بعد ثلاث دقائق تبدأ المناظرة بيني وبين السيد أثر الله، أحد طلاب العلم الصغار المبتدئين في حياتهم في هذه المناظرات. فلما طلبني المناظرة قبلت، قلت لا بأس. وعنوانها: من الذي قتل الإمام الحسين عليه السلام؟ هل هو الحسين؟ عفوا، هل هم الشيعة أم هم أهل السنة والجماعة؟ ما في مشكلة أبو راشد، أبشر تامر أمر. وإذا قلت لك من هو قتل الحسين شنو لي؟ يبين عارف أنه هم الشيعة ولا السنة؟ أوكي. نعم. حسبكم ما تعرفون والله. يلا نبدي. اصبر خل ارسل لك حساب اللي على التيك توك اللي راح يعرض الشاشه. خليه يدخل يطلب قست الحين. ادخل اطلب قست يا سيف. اسمه سيف؟ حياك الله. اسم ثاني يمكن اشوف ايضا اسمه صفاء وهيك شيء اسمه طويل. صفار يعني نفس الثوب اللي لابسه يعني. حياك الله حبيبي طارق. دكتور صفاوي او صفاوي. طيب بدون ذبات. هو فاتح بث. انت فاتح بث الان على التيك توك؟ قست بقست هو؟ ايه راح يفتح لك قست هو. طب خليه يتابعني قبل لا يفتح. تابع قبل ما تفتح. اي خليه يدخل يطلع قست يقول اني هو اسوي له متابعه يسوي لي متابعه. اطلع قست يا سيف. هو انت بتنقل كلامي؟ ما تصبر. هو يطلب عندي قست. في عندي صفحه الان 44,000 يدخل عليها يطلب بس قست يتكلم وياه يقول هذا حسابي انا اسوي له متابعه يسوي لي متابعه. قد عندك على تيك توك حتى يعرف حسابك 44,000؟ اي ابو 44,000 يدخل على حسابي 44,000. 44 اللي في حسابه يا سيد. اي ابو 100 وشوي هذاك انحضر اليوم. اللي ابو 100 وشوي انحضر. وانت بتقول الكلام اللي انا بقوله بالضبط. ايه في ترجم يعني انت ايش قاعد تسوي ذا؟ قاعد يقول كلام. اشغلنا يترجم خلاص كلام دكتور واضح. ولا ما يسمع مثل النواصب يعني؟ فهمت. هو طيب يا دكتور ما شاء الله. ايه ان الناصب ما يسمع ما ياخذ من كلام. والله ناس بسمح له يا دكتور بالاصفر اليوم. وين هو يا ارسل حسابك على الخاص اليوزر مالته. لا انا ما ارسل يوزرات خاف تهكرون حسابي. بس طيب الحظر اسبوع ولا كم يا دكتور؟ الحظر اسبوع لكن عملت طعن ومنتظر يرجعه. انا عايز ابعت دلوقتي رابط. ثواني ابعت لك الرابط. ثواني وين رابط؟ اهو
ده التليجرام هي. ايوه وين اثر الله؟ ايوه هذا. يلا ارسلت لك اياها على نفس الصفحه الحين تكلمني انت منه فيديو. يلا الصراحه حاول نطابق. يلا اسد ولا برا؟ دكتور متى كان في تنسيق المناظره؟ قبل امس. سلام عليكم. هلا حبيبي ابو حسان. عليكم السلام يا بعد. ستي أم الأمثال الله يرحمها كانت تقول لبس الأثمر أصفر وتغزل به، يقبرني الليمون، أنا يقبرني الحامض، يقبرني الشمام، الأناناس، يعني ما أعرف بإيش بدي أقبر. يقبرني الكركم، يقبرني النحلة. هذه شمام من وين جبتها؟ هذه حلوة عجبتني يعني. أناناس، شمام، إيش بدك؟ أشمك شم، أضمك ضم، اللي بدك يا على هلأ. ليه غطيت الأصفر؟ لا تغطي الأصفر، لا تغطي، بطلع من البث والله إذا بتغطي. خلينا شايفين الأصفر. جاء أنت أثر الله؟ سوالك يسوى أي اسمه صفاء صح؟ أي صفاء ونهايته أنت هو يا الصفاء؟ أي يلا هذه سويت لك متابعة. يلا افتح بث الآن وأنا الحين ننزل أخوة في القست وبست يلا متابعين وثلاثة. صفاء انت كنت تسمع الدكتور وهو يتكلم قبل شوي ولا كنت تحتاج هذاك يتكلم معك؟ جاوبنا يا ابوك. لا كانوا يسمعون. يلا انت كيف تفتح بث وعددك ثلاثة؟ تولف علينا. ما راح يقدر يفتح بث وعدده ثلاثة يا أزر الله. ليش كم يحتاج؟ ألف. وقت. تصدق. طيب خلاص يحسبون حتى كاميرا ما يقدر يفتح، حتى كاميرا ما راح يقدر يفتح. مشكلة ما مو منصتنا على تيك توك ما نعرف له. يا ريتك قلت لي الله يهدي. أنا فكرتك عارف للتيك توك. خلاص اترك ما يحتاج. طيب ليش ما يقول يا حسين ثلاث مرات؟ يصير اعطيني دقيقتين ومد البف ان شاء الله. طيب خلاص صفاء انت لا راح تقدر تظهر الرواية ولا راح تقدر تفتح قصة العام. فهو الان لما بيتكلم طيب اي راح يقول هو الروايه جزء الصفحه وراح نتابعها والناس خلاص موجوده هي حافظه وسامعه تقدر هي تتابع بنفسها. عرفت؟ شكرا لك. هلا زوز باسا كاكا زوز باسا. خلاص طيب يلا نبدا. اصبر اصبر في الدقيقه اصبر خلص الدقيقة نبدأ. أنا لسه ما خلص الدقيقة. شيخ هو ليش مغير صوته؟ يعني سنودن ولا شنو؟ يعني متنكر هو؟ لا لا هو ما يطلع ما يفتح كاميرا أصلا. لا صوته ليش كذي كأنه رجل آلي؟ يمكن أنت قاعد تسمع من عندك هو مش رجل آلي. ما أنت بغير صوتك يا أثر الله؟ كأنه هذا اللي يقول أنا عطشان في صحراء نينوى نفس الصوت. حيدر حي الله بن أدول حبيبي حليب نمر. دكتور وجود ابن مدرج معنا في المناظرة إضافة بتكون رائعة. ابن مدرج وجود الكويتيين عموما بشكل عام حلوين ينينون ينينون. أنا الكويتي ينن. حياك الله حبيبي سرباز. حي الله تهنى حياك الله. بس أهم شيء تكون آخر شخ. معليش أنا قاعد أقرأ اسمك غلط ولا اسمك معليش يعني. وين بثه يا دكتور؟ هو بثه بالتليجرام. والله أول مرة أسمع فيه إذا أثر الله. هو لا أنا ما عمري سمعت فيه إلا من يومين. يلا الآن راح نبدأ الآن. حاضر. الأخت ثناء حياك ربي أختي ثناء. طيب تفضل يلا بسم الله نبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ يلا. بس أول شيء خلينا نحط يعني فد قواعد بسيطة. يلا الأول ما يصير واحد يقاطع الثاني بوقته. لكن من حق الشخص لما يصير وقته يسأل سؤال مباشر بس يكون ما بتفصيل يعني يكون قصير. سؤال مباشر للطرف الثاني. نعم. جاوب عليه مباشرة ما في مشكلة. أي ما في مشكلة. حط شروطك الآن أسجلها عشان نشوف القواعد هذه. يلا اي فهذه نقطة انتهينا منها المفروض. لحظة إذن يحق للمتناظرين وضع سؤال مباشر في الحلقة. اثنين
نعم بس يكون يعني بدون تفصيل كثير، يعني ممكن شخص يريد يفصل ياخذ وقت بالجواب، يعني يكون سؤال بسيط. طيب اوكي. واثنين؟ اي اثنين ان نلتزم بادب الحوار. أوكي. بدون ما تتجرح او تستهزئ بالرموز ولا انا. حلو، التزام بادب الحوار هذا شيء طبيعي. ثلاثة؟ ثلاثة انه المناظرة ساعتين، يعني ما يحق لاي طرف انه يعني مثلا ينهي المناظرة قبل الساعتين، هذه تنتهي الساعتين وتنتهي. تنتهي الساعتين. حلو. أربعة؟ خلاص بعد يعني ما توقعك شيء. طيب لحظة، الشاهد الأول ابن مدرج، الشاهد بما أنه هذا موضوع موضوعك ابن القدس انت طارحة، فتفضل انت قدمه، يعني انت ابدي. طيب الشاهد ابن مدرج وابن القدس خلاص، يلا شهود، اثنين شهود وباقي إشهار. الإشهار الأخوة موجودين خلاص. انت من ضمن الإشهار يا أبو ضاحي، إذا صار اثنين شهود وإشهار وصار أهم نقطة أنه ما يصير أي أحد يتدخل، يعني حلو. ما يصير أي أحد يتدخل بال حلو. والمهر على مين؟ المهر أوكي يلا بسم الله نبدأ على بركة الله. طيب يا الله يا كريم، كيف نحسب الوقت؟ خلي لك أنت شخص ينسق الوقت. طيب ثواني، هاي ساعتي هنا، أنا ليه جايب ساعة الفجر على الفاضي؟ ساعة الفجر هاي تقول لي وقت الصلاة، لما يجي وقت الصلاة تقول لي مينو، حيث لك مينو مينو، كفو عاصم كفو كفو. طيب عداد الوقت ابدأ يا سلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوة وأخوات، حياكم الله في هذه النشرة الجميلة. سنتكلم اليوم عن مقتل الإمام العظيم، هذا الإمام من سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين إنهما سيدا شباب أهل الجنة، وفي حديث حسين مني وأنا من حسين. فهذا الإمام العظيم الكبير الذي كان بالمدينة المنورة معززا مكرما بعد موت أبيه، حتى استدعوه أهل الكوفة فقالوا له يا حسين تعال إلى الكوفة وامسك منصب واجلس معانا خليفة، وأبد لك اللي تبيه، جند مجندة. قالوا له قد أينعت الثمار وقد نضجت الأشجار وإنا جند لك مجندة. طيب ركب الإمام الحسين عليه السلام خيله، فأخذ معه أبا بكر وعمر وعثمان إخوانه أولاد الإمام علي، أخذهم معه إلى كربلاء، وأخذ معه زوجاته، أخذ معه أبنائه. فنهاه ابن عمر عن الذهاب ونهاه ابن عباس عن الذهاب، قالوا له أنت تعلم أنهم خانوا أباك، أهل الكوفة كانوا من الخوانين لأبيك، فكيف تذهب إلى الكوفة؟ فقال إني ذاهب على الله سبحانه وتعالى أن يربط على قدمي وأن أنصر الإسلام. كتاب السيد حسين طالب النور المبين يقول، هذا الصفحة 80، يقول ولو رجعنا إلى معركة كربلاء التي استشهد فيها إمام الأولياء الحسين عليه السلام لوجدنا أن الذين حاربوه وقتلوه وسبوا عياله كانوا من المحبين له قبل ذلك. سجل عندك، هل يزيد كان من المحبين للحسين أو لا؟ هذه سجلها عشان تجاوب عليها بوقتك. طيب اثنين، وجدت أنا أن كل عتاب الأئمة صلوات الله عليهم كلها عتابات أهل الكوفة، الله يحفظكم جميعا. طيب شوف الإمام الحسين عليه السلام إيش قال له. قال الإمام الحسين، نطلع لفوق على الرواية، يا سلام. أول شيء نبدأ في كتاب السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة، الجزء الأول صفحة 34، يقول بايع الحسين 20,000 من أهل العراق غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم وقاتلوه، منهم ما أهل العراق. يزيد كان أهل العراق ولا كان أهل الشام؟ السؤال الثاني سجله عندك، يلا باقي لسه باقي دقيقتين. طيب إيش قال هنا؟ كتاب الإرشاد للمفيد صفحة 234، يقول ثم ناداهم الحر بن يزيد، قال أصحاب الحسين وهو واقف في كربلاء
فقال لهم أدعوتم هذا العبد الصالح؟ وين؟ في كربلاء. هل دعوه يزيد دعاه في الشام؟ ما دعاه. قال أدعوتم هذا العبد الصالح حتى إذا جاءكم أسلمتموه ثم عدوتم عليه لتقتلوه فصار كالأسير في أيديكم لا سقاكم الله يوم الظمأ. هذا في كتاب الإرشاد المفيد صفحة 234. انظر ماذا قال الإمام الحسين في كتاب الاحتجاج للطبرسي، قال ألم تكتبوا إلي أن قد أينعت الثمار وإنما تقدم على جند مجندة، تبا لكم أيها الجماعة حين استرخصتمونا الهين فشحذتم علينا، استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الذباب. السؤال الثالث، هل يزيد بايع الحسين؟ سجلها عندك. يقول استسرعتم في بيعتنا إلى بيعتنا كطيرة الذباب وتهاتفتم إلينا كهتاف الفراشات ثم نقضتموها سفها بعدا لطواغيت هذه الأمة. فهل يزيد كان من المبايعين؟ ثم قال أمير المؤمنين لزينب، عفوا قالت زينب عليها السلام في كتاب الاحتجاج للطبرسي الجزء الثاني صفحة 29، انظر ماذا قال، أما بعد يا أهل الكوفة، يزيد بالشام، يا أهل الختل والغدر والخذل، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة الأنكاثة، أتبكون أخي؟ أجل والله، فابكوا كثيرا وضحكوا قليلا فقد ابتليتم بعارها. وين يزيد؟ يزيد في الشام، هذه كلمت أهل الكوفة، إذن أهل الكوفة هم من غدروا بالحسين. طيب آخر نقطة وبعد أخذ وقتك الآن، إيش قال؟ هذا كتاب الخوارج لجعفر العامل الجزء الأول صفحة 104، يقول وقد بدأ التشيع يتنامى في الكوفة بصورة تدريجية. أنا خلصت الخمس دقائق، أقول الرواية ولا أسكت؟ وقتك كمل إن شاء الله. يوم وقتك كمل، ابدأ. يا الله، باسم من أين الأين فلا أين يحويه، وكيف الكيف فلا كيف يحكيه، جل جلاله وعظم كبرياءه وتقدست أسماؤه، اللهم صل على محمد وآل محمد. أخواني الكرام، ابتداء أنا شيعي إمامي وأقول لعن الله من قتل سبط رسول الله وإمام خلق الله سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين الشهيد شهيد كربلاء، ولعن الله قاتله أيا كان، وأطلبه أن يعني هذا الشيخ أن يقول نفس الكلام قايدة. وأنا طبعا يلا قولها، لعن الله من قتل الحسين وأعان على قتله بمداخلتي آسف. وأنا أتحدى يا أخواني هذا الشيء أن يأتي لي بشيعي واحد إمامي 12 يؤمن بالإمامة والعصمة ووجوب الطاعة للعترة أنه حرض أو أعانه أو قاتل الحسين. طبعا هذا تحدي من بداية المناظرة. أبشر. طيب طبعا لا يأتيش بشخص يدعي كذبا أنه من الشيعة، فالشيعة أنواع، منهم شيعة آل أبي سفيان كما قال الإمام في كتب التاريخ، ويحكم يا شيعة آل أبي سفيان. طبعا وفي هذه المناظرة يا أخواني أحرم على نفسي شرب الماء أسوة بالحسين الشهيد، وإن شاء الله أخذ شيء من فأره. عموما طبعا حتى نفند كل الأخبار اللي طرحها بشيء بسيط، بشيء بسيط جدا، ما ورد في كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي الجزء 65 الصفحة 156. طبعا نختصر أخبار كثيرة بهذا المضمون. يقول وقال رجل للحسين بن علي، نفسه الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم. الآن هذا الشخص يقول أنا من شيعتكم. قال اتق الله ولا تدعين شيئا يقول الله لك كذب وفجرت في دعواك، إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل. سؤالي لك مباشر، هل الذين قتلوا الحسين سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل؟ تفضل. لا لا، إذن باعترافه وكما ورد عندنا عن الحسين نفسه نفى أن هؤلاء من الشيعة، وقال إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل. المفروض إلى الآن أصلا انتهت المناظرة، لكن نكمل. أيضا روي في كتاب صحيفة الحسين للشيخ جواد صفحة 76، يقول دعاؤه عليه السلام اللي هو دعاء الإمام الحسين نفسه عند بلوغ شهادة قيس بن مسهر الصيداوي، روية أنه لما بلغ الحسين عليه السلام قتل قيس استعبر باكيا ثم قال اللهم اجعل لنا ولشيعتنا عندك منزلا كريما. أنت
تأتي الآن وتقول أن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين؟ ما هذا الجهل يا أخواني؟ ما هذا الجهل؟ قمة الجهل. أصلاً كيف يكون الشيعي شيعياً وهو يقتل إمامه؟ أصلاً كيف يسمى هذا تشيع؟ التشيع هو أن الشخص هذا يتخذ هذا يعني ابن رسول الله إمام ويتبعه ويطيعه، بهذه القوانين يكون شيعي. أصلاً إذا خرج عليه أو قاتله إذن ارتد عن التشيع، لم يكن شيعياً. فهذه أمور بديهية يا أخواني، لكن مع ذلك يدلسون على العوام ويقولون الشيعة قتل الحسين والقادم أعظم إن شاء الله. طبعاً أنا سؤالي له للأخ مباشر، هل غالب أهل الكوفة سنة أم شيعة في ذلك الوقت؟ تفضل. شيعة. شيعة. نعم. أخواني، هذا الشخص خالف ما ورد عنده في كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية شيخ إسلامه، يقول فقال أبو إسحاق خرجت من الكوفة، ركز أخواني، هذه شهادة أبو إسحاق عندهم الإمام، يقول خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما. إذن هذا الشخص يشهد أنه هو لما دخل الكوفة يقول ما شفت أحد أصلا يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما. وهذه نقطة، هذه من كتب السنة. من كتب الشيعة كما ورد في بحار الأنوار للمجلسي يقول وكتب أكثر أهل الكوفة إلى معاوية فإنا معك وإن شئت أخذنا الحسن وبعثناه إليك. إخواني فولا شيعة ولا سنة؟ فولا على سنة معاوية. أكثر أهل الكوفة، مو يعني مجموعة معينة، لا، أكثر أهل الكوفة كتبوا إلى معاوية إن هم معه ضد الحسن. ويجي هذا الشخص يفتح بثوف يقول لا أهل الكوفة شيعة هم اللي قتلوا الحسين، ويخالف كتب السنة وكتب الشيعة. فهذه نقطة. النقطة الأخرى، ده وقتك إن لا بس طيب كمل. إذا أثبت لك أن شيعي 12 قتل الحسين تنتهي المناظرة؟ نعم، تثبت طيب. أنه هو شيعي 12 يلا. يؤمن بأصول الشيعة. حلو، يلا طبعا. ممتاز جدا. خلاص يا أخوان، بس ثواني، ما أدري الشاشة ليش صارت هيك شيء. ايوه كده ممتاز. طيب يا اخوان، بس مو تقطع الاتصال لانه انت تقرر انه كتاب الخوارج شاهد. كتاب الخوارج لجعفر العامري الجزء 1 صفحه 104 يقول وقد بدا التشيع يتنامى. انا احطه في الشاشه عشان الاخوه يكونوا معي بس اول باول. هذا كتاب الخوارج لجعفر العامري الجزء 1 صفحه 104 يقول وقد بدأ التشيع يتنامى ويقوى في الكوفة بصورة تدريجية خصوصا في أواخر خلافة أمير المؤمنين عليه السلام يعني علي وبعد وفاته، حيث ذاق العراقيون طعم العدل وعرفوا معنى الزهد والالتزام بأحكام الدين وعرفوا بتعليم أمير المؤمنين مش شيعة سفيان عليه السلام، وأصحابهم الأخيار لهم الكثير الكثير من الحقائق الإسلام وتعاليمه وسياساته وما إلى ذلك، وأثمرت جهود علي وأهل البيت مش سفيان وأهل البيت عليهم السلام وين؟ في الكوفة، وبدأت بذرة التشيع تتنامى في الكوفة منذ إذن حتى أصبحت الكوفة علوية الاتجاه. ثم هذه النقطة الأولى، والنقطة الثانية الكتاب الملحمة الحسينية للسيد مرتضى المطهري ماذا يقول؟ ولا ريب في أن أهل الكوفة كانوا من شيعة علي ابن أبي طالب، وأن الذين قتلوا الإمام الحسين عليه السلام هم شيعته. كتاب مرتضى المطهري 3 كتاب تحفة سفينة البحار قال وكان شمر لعنه الله في جيش أمير المؤمنين علي عليه السلام في صفين. إذن نقول أن الكوفة كانت آنذاك علوية الاتجاه، وكانت الكوفة أيضا آنذاك من أتباع الإمام علي عليه السلام،
فانتهت المناظرة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل أبو حسان تعليقك يا غالي عن المناظرة هذه اللي انهزم فيها. أبو حسان غاب. على أساس أنا شاهد أنه ساعتين الموضوع. طفل صغير يا رجل، يا رجل ثلاثة أسئلة ولا جواب جاوب عليها. إيه ما أقبل أنا لازم يكمل معنا الساعتين مرح وفرح وترح وبعدين نقول له روح يا رجل. ساعتين أضيعها بدك أطرد عليه؟ لا خلص أنا معناها هو إذا أثبت لي مولانا أثر الله. أنا ما راضي أعصبك كرمال الليمون اللي أثر جاي. الله أثر الله خلينا أرد عليك. لا أنت مش قلت إذا أثبت لي أنه كان شيعي أثبت لي. أنا عندي رد، مو أنت اللي تقرر منو اللي أثبت. كتاب الملحمة الحسينية قال ولا شك أن الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته. كذاب مرتضى المطهري. لا تهرب، عيب. انت اتفقت معي المناظرة ساعتين. اي ساعة بس انت لا انت توك اتفقت البث مسجل، قلت اذا اثبتت لي انه شيعي تنتهي المناظرة. قلت لك بس مو تقطع الفاق. قلت لك ايه انا جاوبك بس مو تقطع الفاق. طيب خلاص انا اعتذر امام المشاهدين، رد لي الان من وقتي، خلاص ما عاد ابغى وقتي، رد لي على كتاب الملحمة الحسينية انه قال. اعيد لك الرواية. افتح كاميرا اول شيء. لا فتحت لك كاميرا. لا لسه ما فتح. اوكي فتحت لك الكاميرا الآن أمام الناس. كتاب الملحمة الحسينية، عد لك الرواية. الملحمة الحسينية، الأستاذ مرتضى المطهري، جزء الأول صفحة 128 قال ولا ريب في أمن أهل الكوفة كانوا من شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام، وأن الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته. فضل رد. طيب أسكت الآن خلينا جاوبك شباب. هو يقول الذين قتلوا الحسين وأن الكوفة كانت علوية ومن هذا الكلام. الجواب جدا سهل وجدا بسيط. هو ما ورد عندهم تمام، وإحنا طبعا نسلم تاريخين أن الكوفة كانت من فترة من الفترات لها من التشيع ما لها. لكن شو جاوبنا على هذا الإشكال البسيط؟ أنه كما قال في غرر الخصائص الواضحة لجمال الدين الكتبي صفحة 407. أنا ما قلت لك رواية سنية. هاي أخت آية، هاي أخت آية، قلت لي خليه يرد. أنا قلت لك رد على علمائك بعدين جيب علمائي. قول لي نعم قال كذا أخطأ جيخ. لا ترد على علمائي. إيش تبين كتبي أني؟ الآن ليش تطلب مني جواب إذا قاطعني؟ أطلب رد على كتبك هذا، رد على علمائك. زياد بن أبي أباد الشيعة بعدها، أباد الشيعة في فترة الحسين كانوا شيعة أقلية. زياد بن أبي عندك في كتبك أباد الشيعة في كتبي. أنا إيش علي بكتبي؟ لك أنا إيش علي بكتبي؟ كمل وقتك. ما راح أكمل، هذه مهزلة. ثلاثة أسئلة سألك ما جاوبت، جبت لك الآن رواية قال ولا ريب أن أهل الكوفة كانوا من شيعة علي وأن الذين قتلوا الإمام الحسين. أنا وش علاقتي الآن؟ أنت في كتبك السنية تقول أن الكوفة ذاك. كتبي تلزمني آني أنا ألتزم بها. أنا أقول لك كانت سنية. أنت عندك كتبك قالت شيعة، رد على مرتضى المطهري، يا أما قول ما عندي رد أو قول أخطأ. فضل. كمل وقتك وانا كمل بوقتي رجاء. لو تعطيني مجال ارد رد كامل اعطيك مجال. لا تتطرق لكتبي ابدا. كتبي مالك بيها انت. شوف احبه، من اصول المناظره لو جاء قال لي عندك ابن تيميه يا عاصم يقول كذا وكذا، هو بدا وانا ابدا اقول نعم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما قوله لابن تيميه فهذا ابن تيميه قال على ان فعلا كانوا الشيعة في ذلك الوقت يحبون ابو بكر وعمر وعثمان، والشيعة بداوا في عهد المفيد كما قال المفيد ان عبد الله بن سبأ كذا وكذا وكذا. انتهيت. اروح استدل على ايش؟ على كتبه. اقول كتبك يا شيعي كذا وكذا 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 وكذا، يفتحه المايك يرد يقول نعم. أما بالنسبة لما استدل عاصم به من كتبي، هذا العالم أخطأ، قال عنه الشيخ السيستاني قال وأما مرتضى المطهري فقد أخطأ في رواية كذا وكذا وكذا وجانبه الصواب بهذا. وأما كتبك يا عاصم فهي تقول كيت وكيت وكيت. اتفضل رد على السيد مرتضى المطهري وخذ وقتك الآن. خلصت؟ هو ما في وقت. يا ترد على مرتضى المطهري يا ما تنتهي المناظرة على كلامك. الجواب من كتب الشيعة يثبت انه في
بعد يعني افتهاد زياد بن أبيه يعني قالوا شيء. لا أريد من كتب الشيعة رد على مرتضى المطهري، أنت قلت أعطيني عالم واحد شيعي قال أن شيعي واحد قتل الحسين. لا 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 تدلس على الناس، قلت لك اثبت لي أنه هنالك شيعي إمامي إثنى عشري قاتل ويعني أعان على الحسين. حلو، هذا الآن جبتك الكتاب، اتفضل رد عليه. هذا قول العالم، قول العالم لا يستدل به، يستدل له. آي وأقول كذا، شفت ما أحلاك لما تجاوب؟ أي روح بلط البحر، انتهت المناظرة. فضل أبو حسان شو تعليقك حبيبي على المناظرة اللي يعني أنا أستغرب عندما قال عالمهم والذين خرجوا لحرب الإمام الحسين كانوا 30,000 ليس بهم لا حجازي ولا شامي ولا مصري ولا إفريقي ولا سوداني بل كلهم من أهل الكوفة 30,000 ومحسن الأمين يقول 20,000 من أهل الكوفة بايعوا الحسين ثم غدروا به وبيعته في أعناقهم فقتلوه. كل كتبك تشير إلى هذه المسألة. السؤال مننا المطروح، هل تستطيع أن تأتي بمصدر سني واحد يقول أن فلان من أهل السنة قتل الحسين؟ ما تستطيع. شوف يا شيخ أبو حسن عشان أكون في الصورة، كل مناظرة الأصل فيها الاستدلال من كتب الطرفين بعد الرد على الشبه التي تطرح. هذه نصيحة للشيعة بشكل عام، أنا أتكلم عن الشيعة بشكل عام، هي نصيحة في كتب المخالف. هذا الآن قال لك قول العالم يستدل به لا يستدل عليه، طيب جيب لي من أقوال. هو الآن إيش قال؟ قال أتحداك أن تأتي لي شيعي 12 قام بقتل الحسين. لما أتيت له قال 12 بوقت الحسين ما كان فيه لا 12 ولا حتى بعد الحسين، بس أنا جبت له مرتضى المطهري قال هذا قوله عليه أتحداك، وبعدين اثنين ولا رد ولا على أي سؤال أنا سألته إياه. هل يعقل يا أخوان أن أشرب من كاس ما فيها ماء؟ هل يعقل أقعد أشرب كاس من ما فيها ماء؟ أنا رجل ضيعت وقتي مع هذا البهلول، البهلول اللي كان من 3 أيام يناظرني هذاك، على توقعت أنه معمم ورجل مرتب حاطط طقيته شو اسمه نص بطيخة على رأسه وجالس يحاور وكان يناقز وغريب جدا. وكمين كمين 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 تتذكروه أبو كمين كمين؟ طيب يعني بهلول، أقسم بالله بهلول في المناظرة، ضيع وقتي معاه. هذا طفل توه مبتدئ بحياته، مسوي لي في أمه أنه معه سكرتيرات وكروح يدق معك المنسق لأثر الله. إيه منسق مين يا رجل؟ منسق يا رجل، أنا دكتور ما عندي منسق ولا عندي سكرتير ولا سكرتيرة، ما أنا ما عندي الأهل المتابعين، ما في إلا سوسن وهي نفس الشخصية. يا أخي أنا مستعد أشتغل عندك سكرتير بس تلبس لي عنابي، ما أريد هذا اللون يا أخي، عامل عيوني هذا اللون عنابي، أنا بحب اللون العنابي. عندك عنابي؟ طلعت لك المختار الثقافي ناقشه، بس دقيقة أجيك وأروح أجيب لا يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا، شنونك عيني؟ زين عيني زين. يا هلا بيك، حضرتك إمامي 12؟ نعم إن شاء الله. جميل أبو هيثم، لحظة يا حج حسن، أبو حسان أبو هيثم تسمعني؟ تفضل. لحظة يا مختار أبو هيثم، عطني ولاية كاملة الله يحفظك. معطيك ولاية كاملة أنا؟ لا ما هي بكاملة، ثواني. ما في إشكال، حضرتك إمامي 12 مولانا. أي تفضل حبيبي تفضل. حياك الله. ما الفرق بين قولكم يا يسوع مدد يا عذراء أغيثيني وقول النصارى يا علي مدد يا فاطمة أغيثيني؟ تفضل. أنا كلامنا بقضية الإمام الحسين. أنت بدك تحاورني بقضية الإمام الحسين؟ هو موضوعنا عن الإمام الحسين، شنو هي؟ يعني مش مناظرة كانت، أنا فكرت المناظرة عن موضوع الحسين. أمر يا أبو حسان، أحلى عنابية بعد قلبي. ها موضوعنا بخليفة المسلمين يزيد بن معاوية. هل كان لو خلنا هذا الموضوع خلنا معي أعطينا مصدر تاريخي واحد يقول أن يزيد بن معاوية قتل الحسين. تفضل. نعم حاضر بالخدمة. يلا راح أذكر لك الرواية وذيل الرواية المصدر. ماشي يلا تفضل. إيه تفضل. نعم قائد في المعركة خالد بن عفرطة العذري هو أحد صحابة رسول الله وشهد فتح المدائن
عفوا وشارك يوم القادسية وحارب الإمام الحسين مع معاوية مصدر ابن حجر في الإصابة الصفحة 2187 حارب مع من حارب الحسين مع معاوية؟ نعم اسمع المصدر الثاني. لا لا بس خليني بهذا المصدر بعدين نروح على المصدر الثاني. هذا انطيك ثلاث صحابه اربع صحابه قاتلوا مع رسول الله. ثواني مولانا انا احب الحوار الهادئ. خلينا مصدر هذا الرجل يعني. قاتل الحسين مع معاويه صحيح؟ نعم قاعد في المعركه خالد بن عفرطة العذري. خلاص هدي شوي في اي عام قتل الحسين رضوان الله عليه؟ انت طلعنا هذا المصدر اول مره 61. لا ثواني خلنا في اي عام قتل الحسين؟ 61 هجريه. جميل. في اي عام قتل او مات معاويه رضوان الله عليه؟ ما يحضرني التاريخ. ما يحضرك التاريخ شلون يعني؟ 61 بتصيب يزيد يعني ثواني. معاويه ثواني. كان ثواني مولانا ثواني يعني عندما قتل الحسين كيف معاويه يقاتل رجلا وهو ميت منذ؟ لا تركت لك قاتل مع معاوية. لا اسمع الكلام. اسمع هو صحابي رسول الله صحابي هذا هو قائد في المعركة. اسمع خالد بن عفرطة العذري هو صحابي من صحابة رسول الله وشهد فتح المدائن. فتح المدائن ما له علاقة بمعركة الطف. وشارك يوم القادسية مع معاوية. اسمعني زين. وحارب الإمام الحسين المصدر ابن حجر في الإصابة. وين يزيد الموضوع؟ حجر بن أبجر هو أحد صحابة رسول الله من الجزيرة العربية. هذا الثاني. كم صحابة؟ أين يزيد؟ والتابعين أخذ التعدد. هسا عدد لك تابعين للصبح. مولانا أبناء التابعين يعني من مولانا. أين يزيد في الموضوع؟ هذا سؤالي. يزيد تابعي ابن معاوية صحابي. هذول أشوف ما عندنا إشكال. عبيد الله بن زياد بن أبيه تابعي. ابن التابع الكبير زياد بن أبيه الذي ولد في الطائف. ثواني يا رجل ثواني. أين الرواية أو المصدر التاريخي الذي قال أن يزيد قتل الحسين أو أمر بقتل الحسين؟ وين هذه ممتاز. الرواية؟ جميل أحسنت تفضل. كان عبيد الله بن زياد واليا في البصرة بعد أن دخل مسلم بن عقيل وبايعته الشيعة أرسل له من الأرسل؟ اسمعني يا حبيبي اسمع. أرسل له لحظة دقيقة أرسل له غير طلع لك المصدر لو أنت مستعجل يعني مستعجل. لا لأنه موضوعنا غير اليوم. أنا سمحت بس كده. لا هو الحسين خارجي. الحسين خارجي ما هي موضوعنا. إيش خارج عندك الحسين؟ أسمع يا ضيفنا خليك. ليش مستعجل أنت دكتور؟ لازم شوية عندك صبور يا حبيبي. تفضل لازم صبور. هاي العالم وراها جنة ونار. خارج حياك الله. يلا بلا زحمة عليك. حياك الله أهلا وسهلا. خليك صبور. تجاوز على ابن بنت رسول الله يا دكتور. ابن من بقاي أبو الورود. أخرش أبو الورود. أبو الورود. نعم حياك الله يابا. الله بحييك. الله يبارك فيك. شيعي حبيبي ولا سني؟ هاي من آل بغداد سني. طيب حياك الله حبيبي. مداخلة للشيعة. الشيعة بس أنا هم عجبت أسئلة حول هذا الموضوع. طيب أي موضوع تريد تسأل فيه؟ وهذا سب بغداد يعني صاير ناس صاير بجانب الحسين وناس صاير بجانب يزيد. يعني صار نص احنا موضوعنا عن المواكب واللطميات. ايش بيها اللطميات؟ انت تلطم؟ عائشه لما سمعت من رسول توفى ضربت راسها. اي مالك علاقه انت ام المؤمنين هي مرجع لك انت؟ واخذت تلطم على صدرها وضربها عمر بدرته. الله شوتك انت بترتك انت يا ابو الفاضل. اسمك ابو الورود انت ابو جحيم. تفضل يا ذو السيفين. السلام عليكم استاذ عاصم. حياك الله. اولا يا استاذ عاصم تهنئك على الانتصار في المناظره. الله يجزاك خير يا حبيبي. شكرا لك. هذه التهنئه الله يبارك فيك فيها. بالعكس جزاك الله خير يا حبيبي على اساس اني ماني عارفك. يقول اشكرك على التهنئه الانتصار للمناظره.
ما خليته يسجل خلاص. جزاه الله خير حياكم الله. على طول نزلته. استهبلون انتوا جايبين لي طفل صغير. تفضل يا سومر. لا هارب نفس المهدي. لحظة هذاك متوكل يعني عشان يصير أبو هيثم هارب. أجمع تفير حدث العاقب بما يعقل. أصلا هو عطشان يعني ورجل الحالف ما يشرب ماء. فالدكتور عاصم رحمه يعني يقعد ساعتين ما بشارب لك اسمه يعني. أجمع الخير لو قاعد أشرب موي جنبه حتى العربي. حيا الله أبو سلطان. حيا الله توفيق الحبيب. حيا الله توفيق الحبيب. العربي والله يا العربي معلش يا حبيبي عندك تكرار قوي جدا. أنا ذو السيفين. أستاذ عاصم حياك الله. معلش بس أستاذ عاصم بس لو ما أبغى أحرج قدام المتابعين فشفت الطلب اللي أرسلته لك بال لا احرجني احرجني يا حبيبي احرجني تفضل احرجني انا ما متابعين الله يحفظك. لا معاكم عشان ما يصير احواجات اذا انت موافق قول لي موافق اذا مو موافق قول لي. لا 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 ما مشكله لا منح انا ما حبيبي ما انا متابعين كلهم يعرفون عني كل شيء حتى لون ثوبي صاروا يعرفوه. تفضل قول ما في احراج حبيبي. بس انا اطلب منك يا استاذ عاصم اسالك تلميذك اذا في امكانيه. نعم ابغى اصير تلميذك يا استاذ وتعلم من علمك اذا في امكانيه بارك الله فيك. يعني انت شيعي تبغى تصير تلميذي كيف صارت هاي؟ مو شيعي انا والله يا استاذ عاصم اني سني. طب تمزح معي انت اوه يا بعد قلبي انا اسف انا اسف فكرتك شيعي والله اسف. لا والله اني مو شيعي يا يا أخي. واحد اتصل علي اليوم برضو اسمه ذو السيفين أو شيء زي كذا أنا آسف. لا هذا سيف العترة مو ذو هذا واحد ثاني. أيوة الظاهر تقريبا زي الاسم هذا. طيب حبيب قلبي أبشر أنا آسف سامحني. لا والله يا أستاذ عاصم حنا اللي غلطانين. لا والله أنا اللي غلطان يا أبلا أنت مش غلطان ولا تحط نفسك في موقف أنت مو غلطان فيه. أنا غلطان يا حبيبي سامحني أرجوك الله يبارك فيك. فإذا في إمكانية أكون متشكر لك. والله انا ما عندي طلاب وتلاميذ انا ما وصلت لمرحله العلم والاجتهاد يا حبيبي. خليك مستمع لي بثي وخذ الفائده اللي انت تستفيد منها الله يحفظك ان شاء الله. حياك الله خير على نصره الاسلام والمسلمين بارك الله فيك يا حبيبي. حياك الله الله يحفظك. هذا متصل علي من الظهر انا اللي غلطان. المحراب. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور عاصم سكرتيرة وياك. شو وقت اتصال دكتور عاصم؟ ثواني منو معاي واسمك؟ شيخ شيعي. زين ثواني دكتور شيعي 12. فالمشكلتنا مع الشيعة نحن إيش مشكلتنا؟ إنهم ما يؤمنون حتى بما في كتبهم. تعبونا يعني حتى نقول لهم مثلا معنا المحراب تفضل أستاذ المحراب. السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام حبيبي تفضل. شيعي سني 12. يا شيخ عاصم شيخ عاصم لماذا تتهرب من مناظرة أثق الله؟ ليش أتهرب من مناظرة أثق الله؟ ليش غلطت الاتصال؟ لا هو لا اتفقنا هو نفسه الآن بالاتفاق مسجل قال إذا أتيتني بشيعي قال إذا أتيتني بشيعي قتل الإمام الحسين ألغي المناظرة. قلت له خلاص المحقاب المحقاب. بس سؤال آخري بشوف سؤال وخلي لك الوقت. اسمع سؤال وخلي لك الوقت. هو متفقت معه قلت له أنا إذا جبت شيعي حبيبي يا داعش قلت له أنا إذا جبت شيعي قتل إمام الحسين ننهي المناظرة. قال نعم صح ولا مو صح؟ ما قال لي أرد علي ما قال رد علي قال نعم ننهي المناظرة. انت فتح وقلت له تمام كمل. كيف انت فتح مره ثانيه؟ ما تنفصل. كيف انت فتح؟ شلون بنقالي انا اتصل عليك وانت ما تروح. اي ما ارد لان انتهت المناظره خلاص يا حبيبي. هذا بزر
ترى هذا صغير حبيبي، هذا صغير، جيبوني واحد عالم. يابا ثلاث أسئلة ما جاوب عليها وجلس يتلقل بروايات غريبة. أخي تنحسب عليك. خلاص يلا مو مشكلة، يلا يلا نعطيه جو، قل له يلا 1-0 هو فاز. خلاص حياك الله حبيبي، يلا نرجع واحد اتصال ثاني. ان شاء الله عنده سكرت موظف ناس كثير. محمد دكتور عاصم حياك الله. من خصال المنافق انه اذا وعد بشيء ينكره. ايوه هو يعني صاحبك منافق لانه قال اذا اثبت لي انا الغي المناظره. اذا رجعت انت ببثك حاليا اي تلقاه اول ما بديت تتكلم قال لك لكن ما تقطع الخط. اذا قال لي ما تقطع الخط انا ما سمعته، تقدر تجيب لي التسجيل هذا؟ اي شخص عندك يقدر يرجع شويه البث قبل لا انا بعد البث. شوف انا بعد البث صوته وهو قال اسمع، انا بعد البث الان بعد البث ابدا انزل الحلقه واستمع، اذا ثبت ان الرجل قال مو تقطع علي الخط اسوي له بلوك. خلاص شنو اسوي له بلوك؟ ها ماكو اشكال، بس انت بهذا الحاله ثبت واحد انه انت قال لك ايه وسديت الخط، فانت تعتبر شخص هارب عن الحق. ما في مشكله، المهدي هرب من شرطي عباسي، شو المشكله؟ المهدي عليه السلام، المهدي عليه السلام، وانت تقارن نفسك به؟ طبعا اكيد انا اقتدي به، هو اسوتي، هو الحسنه، شلون انا يعني اذا بالله عليك انا اذا ما اقتديت منه بقتدي بمين؟ اقتدي بالسيستاني ولا اقتدي بالخوي؟ انا اقتدي بالمهدي عليه السلام عجل الله فرجه الشريف. تتكلم اشياء ابدا ابدا والله ابدا والله، بالعكس انا الشيعه يحبوني اصلا، يطلعون عندي كستامر يحبوني، بس انا يريدوا يتبعون علي بن ابي طالب، بس هذا اللي يريده. تمام طيب، هو راح يطلع لك تقدر تفتح البث مالته من يمك. ايوه اللحظه اللي قال لك بيها انه لا تقطع الصوت. يلا بشوف الان ثواني، اذا ثبت هذا الامر يلا ابشر يا افتح اليوتيوب. ما اقدر الحين انا فاتح بث، ما اقدر، لازم اقفل البث. فبعد البث اسمع، بعد البث اسمع امام الناس يا اخوه، اذا ثبت ان الرجل مظلوم وانه قال لي لا تقفل علي وانا قفلت راح اسوي له بلوك. خلاص يا حبيبنا حياك الله ابو حميد حبيبي. سبعه متصلين، موظف سبعه هو شنو؟ جا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلون نفس الواحد بس غير صوتك حبيبي، الله يبارك فيك، شلونك انت؟ الحمد لله. اقدر احكي لو هم راح ينقطع الاتصال؟ لا لا احشي. زين استاذ عاصم، هي من اصول المناظرة ايه، هو ما قال لك اقطع الاتصال، طيب ليش قطعت الاتصال؟ لا هو قال لي، قلت له لو جبت لك الان انه قتل الحسين شيعي انهي المناظره؟ قال نعم انهي المناظره. بس مو يقطع الاتصال، بس مو تقطع علي. يعني انهي المناظره والاتصال شغال، كيف صارت هاي؟ اوكي انت تنهي المناظره بس تكلم مو تقطع علي الاتصال، ما ادري النقطه. خلاص خلاص حقك علي الان، خلي خلاص ارجع اتصل فيه الان، يلا الحين ارجع اتصل فيه. يتصل عليك؟ يلا يلا الان بس يلا. بدون ما تقطع القاط، متفقين؟ لا يتصل علي، خلينا نشوف ايش مشكلته هو، ايش بالضبط، وايش اتفقنا عليه، وبناء عليه يا اسوي له بلوك يا اسوي له بلوك، واحده منهم. زين حبيبي قلبي اشكرك، حياتي انت يلبي. شنو ما سمعني اقول لك قاعد اسوي له بلوك؟ شوف كم لحظه هو بار صوتك يهدي يومه، هو بار زيك دكتور عنده سالفه. انا كافي يا دكتور عاصم، ثواني اسمعني مش. حبيبي اسمعك بس ثواني اشوف اخر مداخله بس. ها كارلوس قبل المداخله خليني يسمعوني هن اللي عم بيدقوا. هلا في عنده واحد بيلدغ بالراء، لحظه كارلوس، وانا بلدغ بحرف الجيم، ليه ما يعني هذا اللي اتصل؟ ان كنت رجلا يا بس اصبر شويه يابا، خليه معي انا اتكلم معه بما اني انا الدغ بحرف الجيم. بالله عليك ابو حسان خليني اطقطق شويه بس ثواني. طيب يلا طيب يلا اوكي خلاص اسمع، مو هو قال لي اسمع
حبيبي يا اتسنوب يا كارفس، مو هو قال لي اذا جبت لي واحد شيعي قتل لا تقول لي الو 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 تقعد تجنني، خل الله وياك. شوف الحين واحد بتصل ثاني، شوفوا كم واحد يا اخوان. نقطه كارفس ام 2 يوزر سير اوه مهدي المحراب 66 يابا، هاي مناظره ولا حفله زواج هاي؟ أنا وقف راعي الكرولا على اليمين لو سمحت، وقف راعي الكرولا الله يرضى عليك. شيء نحول علينا 3 4 3 3 2 2 2 2 4 5 5 7 2 3 4. وقف يا راعي الكرولا، وقف على اليمين، سكر الخط يلا رجع واحد اتصل ثانية. قاعد بالمخابرات دكتور، اذا اكلم اقول سبحان من اين الاين واكيف الكيف، اعطي اياه هذه. اي صحيح صحيح، هذه يقول سبحان من اين. يلا ثواني عمي، انا مش السكرتير تبعك الا يلا السكرتير تبعك بخليك تتدخل الحين ابو حزر، ابشر يا بعد قلبي ابو حزر. عليكم السلام اوه مهدي، ليش تهرب ليش؟ شوف هو يقول، اسمع هو يقول سبحان من كيف الكيف ولا كيف يحكيه، وسبحان بأن قال بني بني قالب النار إني 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 أونني إني أني أنوني. طيب ليش هربوا؟ خلاص خليه يرجع يتصل، يلا أنا جاهز. يلا يلا ليش ليش يلا خليه يتصل، قل له يحكي مع السكرتير، قل له احكي مع السكرتير، أريد هذا يقرأ حرف الراء. أبو حسن صوتك صوت حارس شخصي. لا لا أبو حسن مو بسكرتير، قفل الخط بوجهي. لحظة ثانية بحسن، رد انت رد انت بحسن. لا لا هذا هذا ما بده رد. الو الو حياك الله. الو السلام عليكم. حياك الله. هاي الو أخوي، شو السبب أنت تهرب من مناظرة الثورة؟ لحظة ثواني وديك عند الدكتور عاصم ثواني. لا ثواني دفن، مش تهرب أنت من مناظرة الثورة. هاي ثواني بالله عليكم، هاي يبا عادي إيزي إيزي. شوف سعمان كاشخ اليوم ها؟ إيش رأيك بالله عليك يا يبا؟ إيش رأيك؟ من عايز دينا شوف سعمان. ألو هلا يبا، هلا أنت وعمامتك ذي اللي حاطت لي الحاف فوق راسك. يبا يا جيب زعمان هذا حافظ الحافية النحلة، حد يلبس أسود وأسود وأصفر يا النحلة، ينظر على باك امشي يا النحلة، روح يا الدبور روح يا الدبور. وين هذا اللي بيقرط بالرامة؟ قلنا له نحن بنقرط بالجيم. أول مرة أشوف واحد يلبس أصفر وأسود، دبور ذا واحد حسين أصفر وأسود، هذا رصيف ممنوع الوقوف دكتور. طيب بس هذا اللي سبني ابغى بس اعمل له بلوك لانه قليل الادب. اخوان تبون نطقطق عليهم بعد ولا خلاص؟ لا لا خلاص عوفنا منه. المكالمه الجايه مع ابو المدرج دكتور. اي الله اخي مرام، المكالمه الجايه لازم مع ابو المدرج بمساله ثواني بس اخر واحد وخلاص. هلا كارفس عزيزي، لماذا تدلس بالمناطق؟ انا طرف لست مع الشيعه ولا معك، انا منصف. لماذا انت هربت ولماذا دلست علي وانت عندك التسجيل؟ اسمع ان كنت منصف اسمعني يلا احبتي، هذا اليوتيوب امامي، انظروا ماذا قال الدكتور عاصم مره هاربا، انصف سمعوا. شيعي او انت شيعي؟ لا 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 تدلس على الناس. اول تدلس الدكتور العاصم يقول انت قلت اعتيني بعالم كي انهي المناظره، هو لم يقل عالم، قال لك اعتيني بشخص قاتل ضد الحسين. لماذا تكذب على الشيعي يا رجل هذا؟ آسف 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 سألي. أعتذر أمام الناس، قلت بدل عالم قلت شخص، أحسنت. لا هذه أنا آسف أخطأت. هو قال لك لا تدلس وتوافقت. اسمعني نعم اسمعني ثانيا عزيزي، اسمعني ثانيا ماذا قال لك؟ قال لك أخرجني 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 مو أخرجني أنا مو شيطان أنا. اسمعني أو أخرجني كلام عالم أو أخرجني كلام عالم قال هذا الشخص قاتل ضد الحسين، لا تأتي بكلام عالم. عفوا يقول ان الشيعة قتلت الحسين، لا شخص واحد قتل الحسين هذا. لا 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 مرتضى المطهري، مرتضى المطهري عالم ولا مو عالم؟ لماذا قطعت الاتصال وهربت؟ هو قال لي اذا جبت شيعي قتل الحسين اقطع الاتصال. هو الهارب اسمعني، لو كان هو الهارب لما اتصل عليك مره اخرى. طيب سؤالي
سؤالي انا يا كارفس، انا اقتديت رجع ما وجهك، رجع ما وجهك رجع، لان كل الناس قالت انه هاي المناظره عار عليك، عار علي يا اخوان المناظره. الله اسمعني، ايوه الناس مصرف لا مع ولا معك، حلو هاي المناظره عار عليك. طيب كارفس بس سؤال وسكر، والله العلي العظيم يا اخي خليني احكي، خليني احكي. الان انا اقتديت بالامام المهدي عجل الله فرجه وهربت، لا اكو مشكله علي؟ لما قالت مستر فهد انت اقتديت بعائشه وقتديت العبر اللي حط على طول عائشة قفز لأم المؤمنين. طيب يلا بسم الله نبدأ بالتيك توك، جايبي لي بزر يحاورني، تفضل يا أسد الله. أسد الله دوم دوم يا عبد المصمم. ها حبيبي ها صغير ممكن؟ ها حبيبي قول لي. ها حياتي أقول لك بس عندي استفسار، لأن صراحة يعني بعض الشيعة يقولون على هذا الشيء وصراحة دوخني. خلاص ارسل لي بالخاص يا حبيبي عشان ما تدوخ. تفضل أوه مهدي. السلام عليكم. خلاص يابا قلت قبل شوي والسلام عليكم، كيف حالك شلونك؟ قول يا عمري تفضل. حياكم الله. المحراب تفضل محراب. مع السلامة حياكم الله حبايبي، أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حيا الله دكتور. دكتور ممكن تتصل عليه وتسد التليفون في وجهه مرة. يلا يا طاسك مش عاود. هلا دبور. هلا سيد دبور. يا دبور شلونك؟ هلا والله حياك يا بوي. يا الجراد. ليش منحاش؟ والله انا انحاش من الدبابير. الدبور انت تعرف شلون يوخز. لا شكرا والله الدبور. حياك الله حبيبي، اهلا وسهلا فيك. تفضل المحراب. تفضل المحراب. شيخ عاصم حياك الله عيوني. افهم الله يقول لك رد على الاتصال، انا مو يبين لك. حاضر حاضر حبيبي حاضر، ابشر الحين قول له قول له. انا صراحه اشوف انا طلع الموضوع من يدي وصار عندي يد ابوي. ما معليش لا تتدخلون مشاكل عائليه، صار طلع الموضوع من يدي وصار بيد ابوي. شيخ عاصم يلا اوكي الحين اتصل عليه. يلا حياكم الله. تدرون شو يحسوني؟ شفت المخطوبه اللي تركها خطيبها وحيد يكون عمها وخالها وخالتها الدق، عرفت؟ الو انا يقول انا خلاص طلع الموضوع من يدي صار الموضوع عند ابوي. ب 20 واحد يدق كلهم ما شاء الله. والله اثر الله انك خطير. ها رجعنا اثر الله. تفضل اثر الله يقولك عنده مكالمه اخرى. طيب خلاص عبد الله بن عمر بن الخطاب. حلو عبد الله بن عمر بن الخطاب حبيبي ابو صلوح. عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. شو اخبارك اخوي؟ حياك الله بدون تقليد حبيبي، ترى عارف من انت ما يحتاج يعني. تفضل اخوي. ممكن سؤال بدون ما تقطع الاتصال؟ ابد يا عمري ابد، ارسل لي بالخاص وانا جاهز يا حبيبي، انا استمع للاسئله دائما. طيب ابو رهف تفضل. تعرف يا شيخ عاصم موضوعك صعب صراحة، أقسم بالله حسستني إنك واحد جاي من الشارع كاين وملطش على بنت، والبنت بنت عشيرة، ودري ابن خالتها رجع دري ابن عمها رجع ضرعة خالتها رجع ابن عمتها، وهكذا العشيرة كلها إسا بدها تيجي تقول لك ليش لطشت على هاي البنت. أي والله ويا ريتها بنت، ويا ريتها بنت. شفت المعزاية اللي بتوكل على جنب حنكة هيك اللي تقول حنكة شو قصدك يعني؟ الدكتور خايس يعني؟ لا من البنت قصدي على البنت معزاية على طرف حنكاية، هذه لا هذه مثل فلسطيني يعني شكلها شكل الآخر. حسين السلام عليكم. شلونك استاذ عاصم؟ حياك الله حبيبي أهلا وسهلا فيك. شكايتني حبيب قلبي انا ما معلش ما العصر عصر ناقشتك. اهلا وسهلا بالعكس العصر نعم. انت النقاش سالتني ما معنى الجزاء؟ هي صحيح المصدر جبت لك الان. كفو عليك هذا هو. تفضل جيب لي الجزاء معناه اللطم. اهلا وسهلا الكافي الجزء الثالث صفحه 222. يلا ثواني افتح بس.
صفحة كم؟ 222 222 يعني 2-2-2 ثلاثة. طيب يلا تفضل، وين الحديث كبرى؟ الحديث الأول عن أبي جعفر الإمام الباقر ما الجزع؟ قال أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل والأطم الوجه والصدر وجز الشعر. حبيبي لحظة، الحديث كم رقمه؟ واحد أسفل الصفحة. واحد أسفل الصفحة عن سلمة؟ ما أتذكر والله، سنت ما كاتبه. أنت كل شوية تقول لي ما أتذكر، هذا اللي فاتح الكتاب. إيش يقول؟ يقول عن أحمد بن أبي النصر والحسن بن علي جميعا عن أبي جعفر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت ما الجزع؟ هذا هو؟ أي قال أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز من الشعر. لحظة الصفحة اللي بعدها. جز الشعر. وجز من الشعر النواصي، ومن أقام النواخذ فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريقه من الصبر واسترجع وكذا. طيب حلو ممتاز، أنا تعجبني هذه. طيب الرواية فيها عن أبي جميلة، أبي جميلة من هو الثقة؟ أبي جميلة ضعف الغضائري. الرواية في كتاب آخر. أيوه هذا. ميزان الحكمة. أحسنت، للريشهري صح؟ إيه الجزء الأول. حلو. الصفحة 381. رقم الحديث. ما كاتبه. يلا هذا هو، يقول عنه صلى الله عليه وآله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. لا جواب. شنو جواب؟ جواب عن الإمام الباقر. يلا هذا هو، عن الإمام الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله صوتان يبغضهم الله، إعوال عند مصيبة ومزمار عند نعمة. وعنه صلى الله عليه وآله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. وعن الإمام علي عليه السلام من ضرب بيده على فخذه عند مصيبة حبط أجره. وعنه عليه السلام لما سمع بكاء الناس على قتل صفين قال أتغلبكم نساؤكم على ما أسمع؟ ألا تنهونهن عن هذا الرنين؟ الرنين يعني وجلس على صدره وقبض على شيبته الكريمة وضربه بالسيف 12 ضربة فاهتز دمدمتك دمدمتك عقلمتك من شفتك طحت بالفخ يا حافظلي يا ناسيني أني أحبك هواي. طيب شو يقول بعدها؟ يقول لما سمع بكاء الناس إلى آخره قال ما ينفع في ترك الجزع. الإمام عليه السلام ماذا يقول؟ إن كنت جازعا على ما تفلت شو تفلت من بين يديك فاجزع على كل ما لم يصل إليك واستدلل على ما لم يكن بما كان فإنما الأمور أشباه. ثم قال عليه السلام من جزع فنفسه عذاب وأمر الله سبحانه وتعالى أضاع الله ثوابه وباعه. إن كنت جازعا على ما تفلت من بين يديك، مو تفلت يا شيخ الله يسلمك. ما في تفلت ولازم تفلت يا أخي والله تفلت. هاي الكلام يتكلم عن الجزع عن العبد، وأنا قلت لك الأصر هو مكروه عن العبد إلا على الحسين. ما في عبد حبيبي، ما في عبد، هذا ميزان الحكمة لمحمد الرشاري. قال يحبط الأجر ويعظم الفجيعة. الجزع. الجزع. وعنه عليه السلام من جزع فنفسه عذاب وأمر الله سبحانه وتعالى أضاع الله ثوابه. وعنه عليه السلام من ملكه الجزع حرم فضيلة الصبر. ومراتب الجزع للإمام الباقر عليه السلام قال أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر. من أقام النواحي فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريقه، يعني قاعد ينوح، هذا أخذ في غير طريقه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله تحت صوتان يبغضهم الله، إعوان عند مصيبة ومزمار عند نعمة. هذا نهي عن الجزع. هنا يتكلم عن الجزع عن العبد وليس عن الحسين. أولا ولا قوة. من وين عرفت عن العبد؟ هو أنا قلت لك العصر المكروه على العبد الجزع إلا على الحسين مستحب. حبيبي ثواني بس، هل المكروه هنا يبغضه الله؟ شلون يعني؟ ما فهمتك. الله إذا كان الله يبغضه فهذا محرم مش مكروه. إحنا نتكلم عن العصر في بحار الأنوار. يا قلبي الآن ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، شنو يعني ليس منا؟ يعني ليس من المؤمنين. ثم قال حبط أجره، هل المكروه يحبط الأجر؟ المكروه لا يحبط الأجر، المكروه ما في
حسين حبيبي أنا أريد سند متصل إلى النبي أو إلى الإمام أي واحد من المعصومين أنه لطم أو أمر باللطم. الرواية اللي جبتها أول واحدة فيها أبو الجميل هذا ضعيف، ضعف الغضائري أصلا، هذا لا يثبت الرواية. اثنين الآن هنا أنت قاعد تجيب كلام ضدك لأن الإمام الباقر عليه السلام بدون سند، هو الحديث بدون سند أصلا، لكن أنا سأسلم معك الإمام الباقر قال فمن أقام النوحة ترك الصبر وأخذ في غير طريقه. هنا أستاذ عاصم هنا يتكلم عن الجزاء عن العبد مكروه هذا الفعل. ممكن تثبت لي هذا الكلام وأنا معك خلاص؟ أي بحار الأنوار تحضر لك تقولي بحار الأنوار رواية أثبت لك أن الجزاء على العبد مكروه. يعني الحسين لا يثبت عليه إثم. فضل أبو حسام. يعني الحسين ليس بعبد؟ كيف يعني عبد الحسين؟ أنت تقول أن هذا الكلام على العبد. ثواني 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 شيخ، ما أنت عشان تفهم المسألة، أنت تقول أن هذا الكلام عن العبد، أوليس الحسين عبد عند الله؟ على العبد باستثناء الحسين، الرواية هكذا تقول. إذا هل الحسين عبد أم ليس بعبد؟ نعم الحسين عبد صحيح؟ أي نعم. والرواية تقول أنها عن العبد، تتحدث عن العبد صحيح؟ عن العبد إلا على الحسين. يعني الحسين عبد أم ليس بعبد؟ شيخ أبو حسان بس ثواني، هذا الموضوع اسمع، هم قال كل جزع وويل مكروه إلا على الحسين، عندهم رواية. طيب هل الكره هنا يحبط العمل؟ المكروه يحبط العمل؟ أنا قاعد أعلمه. أنت كما أقول لك واحد مكروه ما في ذنب على فعله. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عرض، جيت أنا استكت بالطول، هذا مكروه، لا بس مش حرام، ما يحبط عملي ولا أخذ عليه إثم. هنا يقول من ضرب بيدي على فخذه حبط أجره، يعني دم، والمكروه مو دم، لا حبط أجره. والرواية الثانية ليس منا، يعني مو من المؤمنين. أسف دكتور عاصم، ما لوم اللي علق على دشداشتك. ما في مشكلة، لا أنا عادي تعليق الدشداشة دائما يعني أنا بس ها؟ الرواية الأولى طاحتها عليك بالكافي من الضعفة. أبي جميل من وثق أبي جميل؟ ضعف الغضائري. ضعفه من؟ الغضائري. مشكور حياك الله، بس جيب لي التصحيح وتعال. حياك. والرواية الأولى أصلا ما فيها يعني استحلال لهذا، فيها تعريف للجزاء، ما يعني ما يحلل الجزاء، يعرف الجزاء، يعني لا بأس يعني.